خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم مزيانين اليوم نهار جديد وفيديو جديد اليوم خوتي خواتاتي غنقدم لكم اكله زوينه اكله يعني مغربيه رائعه ومعروفه في اي بيت مغربي خوتي خواتاتي اليوم ان شاء الله غنقدم لكم دجاج مبخر بالخضر خوتي خواتي دابا ان شاء الله نقدم لكم المقادير على بركة الله. الدجاج هي دجاجة يعني قطعتها يعني ما خليتهاش مجموعة قطعتها هي قطعة بصل ومعدنوس ثومة نص كاس تاع الزيت الخضر اللي عرفق الدجاج مبخر الفول الكرنب اللوبيا الكورجيت الزيت المصير العطريه كاينه التحميره البزار الكركم الملحه الكمون السكينجبير من طبيعه الحال الروز اللي درت له نص سلقه هادو هما الخضار والمقادير اللي غيرافقوا ان شاء الله الدجاج مبخر دابا ان شاء الله غندوزو للطريقه تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر بسم الله نبداو الطريقه ان شاء الله غنديروا الروز الروز شحال درتي نص كيلو نص كيلو ديال الروز يعني نص كيلو لان عندو دجاجه فيها شي جوج كيلو ونص الثومه شحال كاع ثلاثه الفصوص ثلاثه الفصوص ثلاثه الفصوص تاع الثومه شحال الكمون معلقه معلقه كبيره يعني سكنجبير تاهو معلقه كبيره كركم تاهو معلقه كبيره الكركم الابزار تاهو معلق التحميره والملح حسب الذوق يعني لكم الاختيار دابا نديرو الزيتون المصير نص كاس الزيت رمية نعم دابا خلطنا هاد الخليط دابا كنديرو بالصبر وكنزيدو نخلطو المقادير كاملة دابا ان شاء الله غنزيدو الدجاج بالعطرية اللي درنا في الروز يعني غنديروها في الدجاج ديال نفس الطريقه يعني العطريه نفس الطريقه ديال الروز الكمون الكركم الملح البزار التحميره شويه الثومه شويه القزبر مخلطه مع المعدنوس وشويه الزيت باش نخلطه يعني كل وحده نخلطه بوحده لكن نفس العطريه دابا كنخلطوا هادشي الطريقه دابا تاع الروز كيتعطر بالدجاج دابا نديرو الخضر دابا كنديرو الخضر هي حتى هي نفس الطريقه يعني كل حاجه كنعطرها بوحدها دابا الطريقه ديال الكسكاس غنحطو الخضر يعني ما عطرناش لان العطريه الاخرى كلها تنزل في الخضر ما عطرناش عطرنا على الروز والدجاج هما اللي عطرناه لان العطريه كامله صهبط كيجي واحد الدجاج مع الخضر مع الرز رائع وزوين رائع يعني
نجربو يعني راه زوين ما تبقاوش بيه. دابا كنحط الراس دابا نحط الدجاج هو كنحطو دابا ان شاء الله ها هو درنا فوقو بلاستيك باش نخليوه يتبخر ان شاء الله. هذا راه درناه للسحور الانسان فاض رمضان كيبغي ينوع. دابا انا غنبدا يتبخر على خاطرو وان شاء الله وريتكم الطريقه كامله وان شاء الله تنقدمو لكم. الخوات ديالي و الدجاج اللي بالخضره هو كيتبخر و ان شاء الله قريب يطيب. درتو في الكسكاس و كيتبخر على خاطره ان شاء الله هدا نتسحرو بيه و ان شاء الله نقدمو لكم ان شاء الله. خوتي خواتاتي وكليت شويه البطاطا اللي نرافقو مع الدجاج اللي مبخر بالخضر كليتها واحد شويه ان شاء الله نقدمو لكم ان شاء الله نرافقو مع هاد الشلاضه ديال نوع من انواع المقرونيه اللي درتها بالجلبانه وبالذره وبشويه الطون وخلطها بالمايونيز كاع رفقه مع الدجاج اللي مبخر بالخضر وان شاء الله دابا تبعوا معايا لا فيديو تنقدم لكم الطبق ديال الدجاج مبخر مع الخضر اللي كيجي رائع وزوين. خوتي خواتاتي دابا غنحطو السحور على الدجاج مبخر ها هو الشلاضه حطيناها دابا غنوجدو ان شاء الله. نحط دابا دابا ان شاء الله نزيدو البطاطا هاديك البطاطا اللي قلينا البطاطا قليناها ودرناها فوق الدجاج هاهو الطبق كيجي رائع وزوين. الدجاج مبخر بالخضر كيجي رائع وزوين وكنتمناكم تجربو. وهادي رافقناها بشلاطة ان شاء الله هادو نتسحرو بيه. خوتي خواتاتي بالصحة والراحة وهذا هو الطبق ديال الدجاج اللي بالخضر اللي كيجي رائع وهادي شلاضة رافقناها بيها. خوتي خواتاتي صيامكم مقبول وبالصحة والراحة. خوتي خواتاتي بالصحة والراحة ودعموني بلايك وفعل الجرس وصلكم الجديد. مع السلامة.